إذن كما تتبعتم اليوم تم اختتام دورة أكتوبر البرلمانية بحصيلة مهمة إلا على مستوى التشريع أو على المستوى الرقابي أو على مستوى يعني الحضور بصفة عامة للحكومة بالبرلمان. وطبعا الذي أثر هذه المرحلة هذه هو الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الدورة، والذي أكد فيه جلالة الملك حفظه الله على المسؤولية الملقاة على البرلمان وعلى الحكومة بشكل مشترك في تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام الوطني والجهوي. إذن على إثر اختتام البرلمان يمكن القول إجمالا بأن حصيلة عمل الحكومة داخل البرلمان كانت حصيلة متميزة. 19 مشروع قانون تمت المصادقة عليه خلال هذه الدورة، بالرغم من أن المرحلة هي مرحلة تأسيسية. جملة من المشاريع القوانين التي تهم المواطنين في حياتهم العادية، اتفاقيات دولية، وأيضا على مستوى الرقابي كانت الحكومة حاضرة بقوة في البرلمان واستجابت وتفاعلت مع جملة من الأسئلة، سواء منها الكتابية أو الشفوية أو تلك المتعلقة بالسيد رئيس الحكومة. إجمالا الحكومة حريصة بشكل قوي على أن تستجيب لكل الطلبات وأن تكون حاضرة بالبرلمان لكي تقدم للبرلمان حصيلة عملها والأوراش التي تشتغل عليها، وأيضا من خلال البرلمان لعموم المواطنين لكي تطلعهم على الأوراش وأيضا على المواضيع التي تهمهم في حياتهم اليومية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.